بمناسبة التيار الوطني الحر بأستراليا، هل سيد مارون اليوم التيار أو أنتم اليوم تخشون الصوت الاغترابي وكنتم منشان هيك بتفضلوا اليوم الانتخاب لست نواب فقط مش على 15 دائرة؟ استاذ رامز بدك تسمح لي رد قبل بعد ناطر تعطيني الوقت ترد. يلا بس باختصار لانه مش موضوعي الاساسي طبعًا كان طبعًا. يلا طبعا ليك انا مش بموقع هلا دافع عن لا وزاره الخارجيه ولا وزاره الداخليه، بس بحب اقول لك شغله وهذه ما حدا عم يذكرها، انه هذه المسؤوليه اذا موجود مسؤوليه بتوقع 50% على الداخليه و50% على الخارجيه. وبرجع بقول لك ماني بموقع دافع عن اي حدا منهم، هن بيدافعوا عن بعضهم. بعدين بالنسبة بدي أقول لك في سجل 22,500 مغترب بأستراليا بده ينتخبوا، بس حدا بيقدر يقول لي ليش بس القوات اللبنانية اعترضوا؟ نحن أصلا ما كان بدنا نرد، لأنه كل وزارة بتدافع عن حالها وكل شخص بالمسؤولية بدافع عن حاله، بس لما طلعوا ويب سايتات القوات اللبنانية فضيحة مدوية بأستراليا بتويع التيار الوطني الحر، هذا اللي خلينا نحن أنه نرد بالوقاية. يا خي كل الاحزاب باستراليا في عندك شي 8 احزاب تقريبا ما حدا اعترض الا القوات وبس بسدني، يعني هذا سؤال بس بيطرح حاله ممكن. طب ليش اذا شافوا غلط معين انه ليش بده يعترضوا اذا ما في غلط معين؟ يا استاذ رامز هو الغلط اذا في غلط هالغلط موجود على الكل. على الكل بنهار الانتخابات ما كلنا بدنا نتوجه على صناديق الاقتراع، وكلنا في عنا عالم سجلينا، يعني ما بفهم ليش هذا الهجوم الشرس جدا على شغلة صارت يمكن منهم هني، بس عادة هيك على طول اخواننا بالقوات اللبنانية بيوقعوا بالشغلة وبيتهموا غيرهم فيها. على كل حال نهار الانتخاب جاي وبالنهاية كله رح يصوت. طيب بعتقد وصلت الفكرة، اعطيني بس جواب باختصار قبل ما فوت اضطر على فاصل قصير بمسألة اليوم، هل كنتوا بتفضلوا انه اليوم الانتخاب فقط لست نواب منشان هيك انتوا اليوم خايفين من صوت الاغتراب؟ لا بالعكس استاذ رامز، نحن كنا بنفضل يكون في الاغتراب يتمثل مش بس بستي ب 12 وب 20، لانه اوكي انا صار لي 28 سنه بهالبلد، صدقني ما عرفت انه في دوله لبنانيه عم تطلع علي قبل ما وصل الوزير جبران باسيل على وزاره الخارجيه. يعني انا باكد لك شغلي وكل اللي عم بيسمعوني يعني بحكيك حقيقه، لك العالم اللبناني ما كان موجود لا عوض كارول عم بتهز لك براسه. طيب رح كفي هذا نعجب بعتقد قلت رح كفي بهذا النقاش، بس اسمحوا لي بس مضطر اخذ فاصل قصير، بعد الفاصل رح كفي ما تبقى من فقره على اي اساس وبنفوت على الفقره الاخيره بالنظام، فاصل ونتابع. مرحبا فيكم عن جديد وأتابع مع ضيوفي عبر زوم بهذه الحلقة الخاصة من الحدث اغتراب. خليني أتابع فقرة على أي أساس، رح روح عند ديانا بيسي من دبي. ديانا اليوم على أي أساس رح تنتخبي، على أي أساس رح تختاري اللائحة، وحضرتك بأي دائرة بتقترعي؟ أنا بالدائرة الثانية ببيروت فيها كسر عدن إذا بدك. أوكي. اللائحة في عنا 10 لوائح ببيروت الثانية، وبدي خبرك شغلة إنه بعدني لهلأ أنا ما قررت، لأنه لوائح جدا إذا بدك تفيد فيها أشخاص. بتنتخبي سلطة، بتنتخبي أحزاب تقليدية، بتنتخبي قوة تغيير، مين رح تنتخبي؟ ما رح أسألك أي لائحة لأنه بس إنه أنت اليوم مين تنتخبي؟ ليك لخبرك انا بصراحه يعني انا شخص مغترب وشخص طلعت من لبنان يعني من 9 سنين تقريبا بسبب السياسات والاشياء اللي صارت، هم اصلا جبرونا نحن كلنا كمغتربين بعتقد نطلع، لانه اللي بينزل على لبنان وبعيش فيه ما بعتقد له قلب يطلع. فانا بفضل انه نحن نجي على دستور جديد، نجي على انتخابات جديده، على ناس جديد، على دم جديد مثل ما عم بيقولوا بريسنتلي يعني بالحديث. انا اللي بدي اقول لك فيه رامز انه المفروض اللوائح اللي عم تنزل تعمل للمغتربين وقت معين لتعرفهم على برنامجهم الانتخابي، يعني انا مثلا انا بدي اعمل مجهود شخصي
او اذا بدك مجهود بالجروب يلي هو متابع الانتخابات بلبنان لروح انا اعرف هيدا تتعرفي على اللوائح على اللوائح. فانا يعني برايي المفروض كان كلها يجي شخص منا او شخصين يعرفوا المغتربين او يعملوا لهم مثل اجتماع بالقنصليه تحت رعايه الخارجيه تنحنا نعرف كل واحد شو هو برنامج الانتخابي. يعني انا مثلا على الاخبار بسمع انه المخزومي عامل عرض شعر وعرض صبغه هيدي انه مثلا منا ما بتناسبني انا كشخص انتخبه انه هو يعني شو جاي عم يعمل عم يشجع النسوان انه تزبط حالها. ما نحن كنا منزبط حالنا مش ناطرين. نحن بدنا برنامج انتخابي للاقتصاد للسياسه الخارجيه الداخليه. نحن بدنا اولادنا بس يكبروا ويكون عندهم محل يرجعوا له اذا نحن بحال البلاد كلها بطلت تستقبلنا. نحن ما بدنا نصير نحن متشرذمين بهالطريقه انه كل واحد بفضل انه يخترب على انه يضل ببلده.